نشوف تشكيلة مدرب عصام، إن شاء الله تكون تشكيلة موفقة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. طيب التشكيلة راح أديك كيسم للأجهزة وأنت بالمجموعة بتدرب، وريني الناس اللي هم كويسين على هذا الجهاز. تمام. طيب في جهاز السير؟ في جهاز السير علي. يلا أنت تديني تشكيلة عنصر نسائي والرجالي مع بعض. طيب ممكن أديك عنصر رجالي بس. طيب في جهاز السحب على الظهر؟ جهاز السحب على الظهر بكري. طيب في جهاز العجلة الثابتة؟ العجلة الثابتة برضو علي. طيب في الأوزان؟ في الأوزان، بالنسبة للأوزان عندنا في أوزان دامبلز وفي أوزان بتتشال على البار، يمكن صالح وبكري هما الاثنين بيشتغلوا على النوعين بصورة ممتازة شديد. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. طيب وفي تمارين اللياقة؟ تمارين اللياقة البدنية بصورة عامة، كل الكرو اللي قاعد اشتغل معاهم ما شاء الله عليهم، بيبذلوا مجهود كبير جدا وراضي عنهم تماما. بالذات تمارين البطن دي شايف الناس بتجرس منها. تمارين البطن كل الناس بتشتكي منها وكل الناس بتتأذى منها شديد، لكن الحمد لله انا مجموعتي كويس. هل العنصر النسائي اهم حاجة فيها؟ العنصر النسائي اهم حاجة بيكونوا ممتازين، هم بيجرسوا شديد لكن بيضغطوا على نفسهم لانه بيحسوا بانه بعدينك انا الفائدة الحقيقية من الحاجة دي هتكون شنو، فبيشتغلوا اكثر حاجه على البطن بالذات المنطقه بتاعت الخصر وتمارين الارجل. تشكيله موفقه ان شاء الله. ان شاء الله يا. عصام انت محظوظ الى حد ما. يعني ما مؤكد اكيد يعني. ما مؤكد لكن الى حد ما. لا لا ان شاء الله، ان شاء الله تكون محظوظ معنا اليوم. والله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب راح اقول لك حاجه وكده نشوف انت من الناس المعززين ولا حاجه بياخدوها كويس، حاجه بياخدوها منك قبل ما يدوك ليها اللي هي شنو؟ حاجه بياخدوها مني قبل ما يدوك ليها. قبل ما يدوني لها والله ممكن تكون الاحترام. شنو؟ ممكن تكون الاحترام. لسه ثاني، لان انا بحس انه كل الناس اللي انا بتعامل معاهم حتى الناس اللي انا بتعامل معاهم هم بيستحقوا مني اول حاجه انه الاحترام، بعدين حتى المهمه يبقى. لكن برضه الاحترام ده لما يتعامل معاك شويه في شخصيتك حتى نقدر نعرفه، لكن الحاجه دي هم يعني بياخدوها منك بعيدا عن انه يحتكوا بيك او اي حاجه، بياخدوها منك قبل ما انه يدوك لها انت. والله يمكن يكون الاتيتيود. يمكن يكون الاتيتيود او السلوك. يعني حاجه امشي بعيد شويه كده، ده حاجه بياخدوها منك قبل ما يدوك ليها انت، يعني هم بعد ما ياخدوها منك حتى يدوك ليها، لكن بياخدوها منك اول حتى بعدك بيدوك ليها. وقتي. خيارات تانية. خيارات تانية. انا قلت لك انه موضوع الحظ ده صعب شويه لك. طيب خلاص انا ما بقول لك محظوظ، لكن انا عندك ثلاثه اجابات كانت سابقه، لكن خلينا نقول كده مع بعض الصوره الفوتوغرافيه بياخدوها منك قبل ما يدوك ليها. بس لانه انا ما من الناس اللي بحبين الصور، بحبين الصور والسيلفي والكلام ده، فعشان كده يلا تمام. شكرا لك كثير مدرب عصام، اتمنى لك بالتوفيق، وشكرا لكل الناس اللي بتابعونا دائما في سكور في حلقه جديده، موعودين ان شاء الله من سكور. شكرا للمدرب عصام كان معنا برفقتنا في حلقه جديده من سكور.